يا اهلا يا اهلا كل حكايات السوبر هيروز اللي نسمع عنهم او نعرفهم فيها عامل مشترك وهو قدره البطل الخارق على عمل شيء باقي البشر ما بيقدروش عليه سرعه خارقه قوه خارقه اي حاجه خارقه لكن بطل الكتاب النهارده عندها قدره على التحول في ظروف غير محسوبه ولا مقصوده لشيء مش مفيد لاي حد بالعكس دي قدرة بتحطها وبتخليها هي نفسها تبقى في مشاكل ومعضلات ومواقف صعبة جدا جدا لو كانت في شكلها العادي أو حجمها الطبيعي ما كانتش هتتحط فيهم كتاب طيب اسمه حكايات السيدة ملعقة حكايات السيدة ملعقة لكاتب اسمه أولف بروسويت ترجمته للعربية بثينة الإبراهيم طبعا زي ما هو باين عنوان الكتاب الست دي بتتحول لمعلقة عشان اكون صريحه اكتر هي بتتحول لمعلقه هي بتنكمش لحد ما تبقى قد المعلقه اللي احنا بناكل بيها او بنقلب بيها الشاي حتى معلقه الكبيره شويه بتاعه الغرف والحقيقه ان ده بيحصل بدون اي ترتيب يعني عادي جدا سيدة من العقه دي تصحى من النوم تشوف وراها ايه هتحتاج تعمل ايه هتروق هتنزل تشتري حاجه من السوق هتطبخ وهوب في نص المشوار او في نص المهمه اللي بتقوم بيها تلاقي نفسها صغرت اتحولت وبتقدم معلقه طبعا انسوا بقى ولا هنروق ولا هننضف ولا هنشتري حاجه من السوق ولا هنطول حتى رجل البوتاجاز عشان نطبخ مش البوتاجاز نفسه احد اهم المشكلات اللي سيده ملعقه بتواجهها بجانب العطله طبعا اللي بتحصل لما بتحول لمعلقه هي ان جوزها السيد ملعقه كانش يعرف اي حاجه خالص عن سر هذا التحول كل اللي يعرفه انه بيروح الشغل ويرجع يلاقي كل حاجه في مكانها كل حاجه مظبوطه وسليمه وما بيشكش في انه في اي شيء غير طبيعي حاصل في البيت ده طبعا تقدروا تتصوروا او تتخيلوا ما يمكن ان يحدث لو عرف وطبعا يعني لو هي راحت قالت له في يوم صحيح نسيت أقولك انا عندي قدره خارقه وبعرف اتحول اللي بتاع قد كده هيقول طب وريني واحنا لسه قايلين من شويه انها ما عندهاش اي قدره على التحكم في نوبات التحول دي وبالتالي مش هيصدقها ولازم يشوف بعينيه وبالتالي بنشوف في عدد من القصص لما السيده ملعقه بتنكمش وجود جوزها سيد ملعقه ده بيبقى محتاج جدا ومش عارف يتصرف ازاي ولا يعمل ايه وهي بتفضل تحاول تطمنه وتحل المشكله اللي هم فيها يعني وجوده بيزود المشاكل مش بيقللها طبعا الموضوع مش مشاكل بس اكيد في مميزات بتيجي من القدره السحريه دي حتى لو القدره السحريه دي تبدو عديمه الفائده فمثلا السيده ملعقه بتكتسب قدرات سحريه اخرى لما بتتحول لحجم المعلقه زي انها بتقدر تتكلم مع الحيوانات اي نعم احيانا بتختلف معاهم تحصل ولكن في الاغلب بتتفاهم معاهم تساومهم او تقنعهم ان هم يساعدوها لو كانت محتاجه مساعده وهم بصراحه كتر خيرهم مش بيتاخروا ويمكن هنا ضروري نبص على مساله الانكماش دي السيده ملعقه عايشه تجربه حياه عاديه ورتيبه رتيبة يعني مملة ما فيهاش أي حاجة جديدة خالص تعمل شغل البيت الروتيني بدون أي مغامرات أو أي جانب من المتعة ولكن اللي بيحصل إنها لما بتنكمش لحجم المعلقة العالم بيختلف وبيختلف لكذا سبب منهم طبعا إن هي بتكتسب القدرات السحرية الأخرى دي ولكن الأهم إنها بتشوف العالم من زاوية مختلفة زاوية الصغار أو الضعاف اللي هم في الأغلب الأطفال أو الحيوانات ولذلك تلاقوا في معظم المغامرات في حضور واضح ودائم لطفل أو طفلة أو حيوان أو طائر هيكون شريك السيدة ملعقة في رحلتها ومغامرتها. وعشان كده تلاقوها دايما واخدة صف الطرف الأضعف. ويمكن يمكن تكون القدرة الخارقة الحقيقية للسيدة ملعقة هي القدرة على التعاطف أو الإحساس بالآخرين اللي مش دايما في ناس بيتعاطفوا أو بيحسوا بيهم. وبالتالي هي مش بس بتخوض مغامرات ممتعة وشيقة ما كانتش أبدا هتخوضها لو كانت فضلت في حجمها العادي وإنما كمان هي بتمارس قدرتها الخارقة على الحب وعلى التعاطف مع كائنات مختلفة في كل القصص فمثلا في إحدى القصص إحدى الجرات بتطلب من السيدة معلقة إنها تاخد بالها من ابنها الصغير بيبي لسه بيحبي صغنن خالص هنا هي وراها مشوار مهم ومش هينفع تاخد الولد معاها إيه فالسيدة معلقة بتقول لها طيب نونو ده هيجي يسليني في نفس الوقت يعني مهم الواحد يكون كويس ويساعد جيرانه لو يقدر، ولكن طبعا الريح لا تأتي بما تشتهي السفن، يعني دايما الحاجات بتمشي زي ما نحب أو زي ما نخطط، وبمجرد الجارة ما بتمشي وتسيب النونو الست بتنكمش وتلاقي نفسها أصغر من النونو نفسه اللي هي أساسا المفروض بالها طبعا تاخد بالها منه. طب هتاخد بالها منه ازاي وهي يا دوب قد عروسة صغيرة هو يقدر يمسكها ويلعب بيها يا خبر بقى لو ما رجعتش لحجمها الطبيعي تاني قبل الجاره ما تيجي تاخد النونو هتقول لها ايه ساعتها اصلا هي هتعرف تقول لها حاجه ولا الجاره مش هتشوفها ولا تسمعها طبعا مش هقول القصه بتخلص ازاي لكن انا واثقه انكم تقدروا تتخيلوا قدر اللخبطه ونوع المغامره اللي ممكن تحصل في موقف زي ده لا هقول بقى انه القصه دي بتورينا انه القدره على التحكم والمسؤوليه مش دايما مرتبطه بالحجم او القوه البدنيه لانه حتى وهي قد اللعبه اللي في ايد النونو بذكائها أحيانا وحكمتها أحيان أخرى وحتى رغبتها وقدرتها على الهزار والمتعة السيدة ملعقة بتخلي كل الأمور تبقى تمام. قصة تانية كانت واقفة بتقشر بطاطس، فلقت القطة اللي بتأكلها من حين لآخر واقفة جنبها عمالة نونو القطة تنونو والسيده ملعقة تقعد تهزر معاها والقطة تنونو كمان. فالسيده ملعقة تقولها معلش يا قطة حقك عليا أنا والله مش بفهمك غير وأنا منكمشة أنا دلوقتي ست كبيرة مش فاهمة انتي بتقولي ايه اللحظه دي بالذات بتنكمش، تعرف تاني تكتسب القدره على الكلام مع القطه، فالقطه تقولها اركبي بسرعه على ظهري، مفيش وقت للتفسير، في مشوار ضروري، يلا في حاجات لازم نعملها، امسكي كويس في ظهري بس عشان ما تقعيش وخدي بالك عشان هنعدي بشويه مخاطر. تبدا القطه تجري، المرحله الاولى من المخاطر هي الطيور اللي بتغلس على القطه. بس ايه ده؟ تقول لها لا يا ستي ما تقوليش كده، الطيور دي لطيفه وانا باكلها على طول، ولكن فعلا اول ما بيشوفوا القطه بيطيروا حواليها ويحاولوا يضايقوها. المرحله التانية اللي القطه بتمر بيها من المشاكل هي الاولاد اللي بيلعبوا في الشارع فالسيده ملعقه تقول لها لا يا ستي ما تقوليش كده الاولاد دول ولاد مؤدبين وياما ما بيجولي اديهم بسكوت ولكن اللي بيحصل ان الاولاد فعلا اول ما يشوفوا القطه يحاولوا يحدفوا عليها كور تلج ويشوفوا مين هيعرف فعلا ينشن عليها والمرحله الاخيره من المخاطر بتكون مع كلب الجيران كلب وفقا لسيده ملعقه طيب وودود دايما معاها بالذات لو شويه عظم او بواقي اكل بيبقى مبسوط جدا ولكنه أول ما بيشوف القطة بيقعد يهوهو عليها ويجي وراها. ولكن في النهاية القطة بتسبق وتختفي لحد ما يوصلوا لأرض فاضية. القطة مخبية فيها كنز عايزة توريه لصاحبتها السيدة ملعقة. طبعًا أنا مش هقول لكم إيه الكنز ده ولا هم هيرجعوا بيه إزاي للبيت ولكن خلوني أشاور لكم على حاجة كمان في القصة دي. حاجة أنا شخصيًا حبيتها جدًا. ألا وهي إنه تجاربنا كبشر مختلفة عن بعض. فمثلا تجربه السيده من العاقه الولاد دول شايفه ان هما اولاد مؤدبين ما يطلعش منهم العيبه ويمكن هما كده فعلا معاها او مع غيرها من السيدات او الجيران او الاقارب او الناس اللي اكبر منهم في السن اللي يقدروا يعاقبوهم اذا غلطوا ولكن في تجربه القطه واصحابها القطط التانيين الولاد دول فعلا اشرار ومؤذيين مؤذيين كده بلا هدف ولا غايه غير ان هما اقوى من القطه المسكينه وان احنا ما نقدرش نتوقع سيناريو القطه تعاقب فيها الولاد وده بيقول حاجتين اولا ان زي ما شفنا قبل كده في القصه بتاعت اوجي بتاعت قصه اعجوبه ان الواحد المفروض يحاول يختار الطيبه دايما وتحديدا مع الاضعف وثانيا ان مفيش حد شرير بالكامل او طيب بالكامل وانما هي تجارب مختلفه بتخرج من الشخص اجمل ما فيه او اسوا ما فيه اخر قصه هقول لكم عليها من الكتاب هي لما السيده ملعقه راحت بهديه من المحصول اللي بتزرعه تزور جارتها اللي عندها عصفور بيعرف يتكلم بغبغان يعني هو بيقول اربع كلمات بالظبط جارتها دي في العادي كل شويه تروح تخبط عليها تستلف منها حاجه ولا مره بتقول لها شكرا يا سيده ملعقه ولا تعالي يا ستي نبقى نشربك الشاي ولا اي حاجه خالص حتى رغم أن السيده ملعقه كذا مره كده بتبدا تلمح وتعلق انها نفسها تشوف العصفور اللي بيتكلم ده بس الجاره دايما بتعمل نفسها مش واخده بالها وبتتجاهلها لحد المرة دي ما راحت سايبه ملعقة عشان تقول الجارة حاجة فبتلاقي الباب مفتوح والعصفور موجود وطبعاً انتوا هنا عارفين ايه اللي بيحصل. فجأة بتنكمش ولما بتنكمش تكتسب القدرة على التواصل مع العصفور بلغة العصافير مش بلغة البني ادمين. البني ادمين في العادي بيروحوا يتفرجوا على العصفور ده. لكن القصة دي مميزة عشان كذا حاجة، أولاً لأنه العصفور لما بيعرف يتكلم بلغته هو مش لغة البني ادمين اللي بيتفرجوا عليه بيوصل للسيدة ملعقة حاجات ما بيقولهاش بلغة البشر لأنه لغة البشر بالنسبة له بيتكلم فيها أربع كلمات بس وإنما في لغته هو بيعرف يشرح للسيدة ملعقة حاجات زي إنه حاسس بالوحدة أو إنه زهقان من القعدة في القفص والحبسة دي وإن صاحبته بتجيب صحابها تفرجهم عليه وبعد كده تنساه خالص وما تهتمش بيه هو قاعد لوحده في الآخر تاني حاجة لذيذة في القصة دي إنها بتخلينا كمان نبص لفكرة تربية الحيوانات الأليفة بشكل مختلف إنه يمكن الحيوان الأليف ده مش مبسوط وهو بيتعامل كلعبة أو كديكور وإن قرار امتلاك حيوان أو طائر لازم يكون قرار واعي ومسؤول لأن زي ما السيدة ملعقة بتقول في كذا موضوع وفي كذا قصة إنه بعض الأشخاص مش المفروض يسمح ليهم بتربية الحيوانات أو الطيور لأنهم لا يستطيعون الاعتناء بها دول ثلاث قصص مختلفين خالص عن بعض من الكتاب لو حبيتوا تشوفوا مغامرات اكتر لسيدة ملعقه هسيبكم تكملوا باقي ال 38 قصه تانية لان الكتاب فيه 41 قصه في غايه الجمال مش عارفه بقى انتوا لاحظتوا ولا لا الثيمه بتاعت الانكماش دي الشبه بين حكايات سيدة ملعقه والس في بلاد العجائب مثلا لو تفتكروا اتكلمنا عنها قبل كده الكتاب ده ألس في بلاد العجائب يعني يعتبر الأساس اللي كتير من كتب المغامرات بعد كده اقتبست منها أو استوحت منها حكايات تانية وأنا بقولش خالص إن الكتابين زي بعض ولكن قيمة الانكماش والعودة للحجم الطبيعي موجودة في أليس بشكل مختلف ودي فرصة إن لو عجبكم أي كتاب من الاتنين دول إنكم تقروا الكتاب التاني اللي في الأغلب هيعجبكم جدا ودي فرصة كمان إنكم تربطوا ما بين شخصيات أدبية مختلفة قرأتوا عنها وأصبحت دلوقتي جزء من عائلتكم الخيالية المتاشة نرجع تاني لحكاية سيدة ملعقة. كتاب عبارة عن مغامرات متصلة منفصلة بمعنى إن كل مغامرة بتحصل في سياق مختلف ويمكن بأبطال مختلفين وأماكن غير بعض. ولكن أحيانا بنلاقي بعض التفاصيل من الحكايات الأولى بتظهر في الحكايات اللي بعد كده. وزي ما انتوا عارفين وزي ما قلنا إنه ميزة الكتب اللي زي دي إنها ممكن تقرأ ببطء وواحدة واحدة. نقرا قصه وبعدين نسيب الكتاب ونرجع تاني يوم نقرا قصه تانيه هكذا ويوم ورا يوم لحد نهايه الكتاب ضروري كمان اقول لكم انه رغم حجم الكتاب اللي يوحي بانه للاطفال الكبار شويه اللي يقدروا يعني بمفردهم الا انه كمان الكتاب صالح جدا للاطفال الصغيرين لو حد هيحكيها لهم كحدوته قبل النوم مثلا حجم الكتاب حوالي 200 صفحه ويصل بيه من سن 9 سنوات ل 99 سنه دلوقتي بقى خلوني اقول لكم عن اولف برايسن برايسن هو كاتب نرويجي والنرويج من الدول الاسكندنافيه في شمال اوروبا جنب فنلندا اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده لما اتكلمنا عن كتاب الصيف وعن مغامرات وادي المومن الكتب المدهشه اللي كتبتها توفي يانسن وبرايسن مش بس كاتب هو كمان موسيقي وشاعر ومؤلف مسرحي ودي حاجه يمكن تكونوا لاحظتوها دلوقتي انه كتير جدا من الكتاب اللي بنتكلم عنهم مش بس بيألفوا قصص لا كمان بيشتغلوا في اكتر من شكل فني مختلف رغم انه انتج عدد كبير جدا من الاعمال الفنيه الا ان مغامرات وحكايات السيده ملعقه تعتبر اهمهم بل انها بتعتبر حتى من كلاسيكيات الادب النرويجي وهي شخصيا السيده ملعقه ليها تمثال في مدينه هامار في النرويج عملها فنان اسمه فريدز رود خلي بالكم هنا اني قلت في تمثال لها هي اللي هي شخصيه مش حقيقيه اصلا مش للكاتب اللي الفها ده لانه احيانا في شخصيات ادبيه يعني من كتاب او مسرحيه او قصه بتفوق المؤلف اللي الفها في الاهميه والشعبيه وبتبقى هي نفسها جزء من ثقافه الشعب وتراثه اخر حاجه هقول لكم عليها ان حكايات السيده ملعقه اتحولت هي كمان لمسلسل كرتون ياباني ناجح جدا ومشهور جدا 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 الاغلب هتلاقوا في حد في عيلتكم اتفرج عليه لكن كالعاده هقول لكم الكتاب الاول واستمتعوا بالمغامرات المكتوبه قبل ما تقرروا تشوفوا المسلسل وذلك لان اولا المسلسل فيه تغييرات كتير عن الكتاب ثانيا الكتاب فيه مغامرات اكتر من المسلسل ثالثا ان قراءه الكتاب بتترك مساحه مهوله للتخيل والابداع في تصور شكل الشخصيات والاماكن والمواقف والمساحه دي المسلسل او الفيلم او الكرتون مش بتتركها للمشاهد ابدا وبس كده كده انا خلصت كلامي الحلقه خلصت لكن لان الكتب ما بتخلصش ويا رب ما تخلص ابدا استنوا الحلقه الجايه اكلمكم فيها عن كتاب جديد او حكايه جديده او مغامره جديده اوعدكم تعجبكم جدا 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 شكرا